الفترة الجاية برضو احنا انجاز كبير وانجاز كويس بعد مشقة وتعب. انت تحملت العناء او الـ الشخص الرئيسي في تحمل العناء والتخطيط والتركيز هو انت، ومعاك اسرتك. يمكن كان في بعض الحاجات يعني اتحلت بعد كده ونتمنى انها تتحل، ولكن اكيد انت ليك طموح الاولمبيات الجايه، اكيد ليك طموح في الذهب. شايف الثلاث سنين اللي جايين ايه، خاصه ان الاولمبيات اللي جايه كمان ثلاث سنين؟ زي ما حضرتك قلت الاولمبياد خلاص، يعني ما فيش 3 سنين ده في الرياضه، يعني زمن قليل جدا، بالذات انك انت سنتين وهتعرف مين كمان المتاهل للاولمبيكس. فعايز اقول لحضرتك الميداليه دي يمكن ادتني دفعه ان فعلا لا يعني اللي انا شفت الناس فرحانه ازاي، اهلي واصحابي والشعب المصري كله فرحان ازاي بالميداليه البرونز دي، حسيت ان لا يعني فعلا انا نفسي اجيب ذهب، عشان انا فرحتهم كده، امال هعمل ايه في الذهب لو جبت ذهب؟ فالفتره الجايه طبعا ان شاء الله باذن الله يعني محتاج ان انا اعمل فتره اعداد بروفيشنال اكتر من اللي عملتها في طوكيو، بدني وفني وكل حاجه. انت ليك مدربين بدنيين طبعا، مظبوط، طبعا مدربك كابتن محمد مجدي، مظبوط، مدرب طبعا، صاحب اشهر كلمه 30 سنه وتبقى بطل يا ولا، صح؟ مش قال لك كده انشف وبتاع، فده مدربك بالظبط. فالفتره الجايه محتاجه انها فعلا تكون فتره مختلفه بروفيشنال، محتاج يكون فيها دعم كل الجهات عشان ربنا يكرمنا فعلا ونحقق حاجه زي ما شفنا ان احنا عادي نكون موجودين على منصات صحيح. التتويج في الاولمبياد فاضل لنا حاجات بسيطه فعلا محتاجين. اجندتك ولا لسه؟ انا الفتره اللي فاتت دي يعني كنت واخد فتره راحه شويه بعد الاولمبياد عشان بيبقى في ضغط عصبي جامد قبلها، فبتحتاج تهدى شويه، لكن ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هبتدي احط الاجنده. الاتحاد الدولي بدا ينزل اجندته ولا لسه؟ الاتحاد الدولي ابتدى ينزل البطولات اللي مش رسميه، يعني مش الجائزه الكبرى، مش الجراند سلام، مش الحاجات دي رسميه طبعا. لا ابتدى ينزل البطولات اللي هي رسميه برده، بس اللي هي بسيطه شويه، اللي هي بيبقى دوليه في الدول بسيطه كده عليها نقط بسيطه، لكن لسه البطولات افريقيا والحاجات دي لسه ما نزلتش طبعا. حاجات كتير اتاجلت السنه دي طبعا، كان اهم حاجه بالنسبه للاتحاد الدولي الاولمبياد. فبعد ما تمت الدنيا بتهدى شويه، بعد كده هيبتدوا المفروض بطوله عالم السنه الجايه ان شاء الله. طب يعني دي يمكن اول حاجه هتقابلك كبيره، بطوله العالم. بطوله العالم السنه الجايه دي كمان 3 شهور. بالظبط 4 شهور هتحولها اكيد يعني. طيب بتفكر بدنيا ازاي؟ لان طبعا اكيد هل هتلعب في نفس الوزن ولا ممكن تروح في وزن تاني؟ حاجات بتشغلك كتيره جدا دي مع الوقت، ولا انت حاطط تصور؟ والله لا ما بحاطط تصور، لان هو احنا عندنا في تايكوندو مفيش اختلافات كتير، يعني مثلا بالنسبه لنقطه الوزن لو انت ما عندكش مشكله في وزنك، والحمد لله انا ما عنديش مشكله، ما بتغيروش لانك انت عندك تصنيف. يعني انا تصنيفي او ترتيبي على العالم دلوقتي موجود في الوزن ده، عشان اغير الوزن هتروح من الاول، هروح من الاول. فطبعا انا ان شاء الله مكمل في نفس الوزن باذن الله. زي ما حضرتك قلت بطوله العالم خلاص كمان يعني كام شهر مش بعيده. بطوله العالم احنا في غياب بقالنا كتير جدا، منتخب مصر ما حققش ميداليه في بطوله العالم يعني في تايكوندو، فيمكن اخر ميداليه ده الهدف اللي هو في الشورت تيرم ليه بالظبط. اخر ميداليه في الكبار كانت 2013 حسين شريف، فيعني محتاج ان انا فعلا تجيبها. يعني اتمنى ان شاء الله ان انا اشتغل عليها فعلا الفتره الجايه واحقق دي، يعني الميداليه الاولمبيه الحمد لله ربنا كرمنا بيها. ان شاء الله ميداليه في بطوله العالم هتفرق كتير وتدينا دفعه لباريس ان شاء الله.